السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم طلابنا الاعزاء طلاب الصف الحادي عشر علمي ونجدد لقاءنا في درس جديد من دروس ماده الكيمياء الدرس الثالث من الوحده الخامسه تحت عنوان التفاعلات العضويه الجزء الاول يتوقع منك عزيز الطالب في نهايه حصه اليوم ان تكون قادرا على ان تكتب تفاعلات الاحتراق للالكانات وتفاعلات الاستبدال والتي تعرف بهلجنه الالكانات ومن ثم تتعرف على مصطلحين وهما الالكتروفيل والنيوكليوفيل ومن ثم تفسر عدم تفاعل الألكان مع كل من الإلكتروفيل والنيوكليوفيل في البداية فلنستفكر ما هي الألكانات الألكانات هي هيدروكربونات مشبعة بمعنى أن جميع روابطها تساهمية أحادية من نوع سيجما وهي روابط قوية صعبة الكسر صيغتها الجزيئية هي CnH2n+2 سنتعرف في هذه الحصة على تفاعلات تحدث للألكانات وهي تفاعل الاحتراق، حيث تحترق الألكانات بشكل كامل وينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وتفاعل الاستبدال، حيث يتم استبدال ذرة هيدروجين بذرة هالوجين والتي تعرف بها الجنة الألكانات فلنبدأ أولا بتفاعلات الاحتراق تتميز الألكانات وخصوصا الصغيرة منها بأنها سريعة الاشتعال وتتميز الألكانات بأن لديها قابلية للاحتراق بشكل كامل لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 غاز وبخار الماء H2O غاز وطاقة. ومن الأمثلة على ذلك احتراق الميثان، حيث يتفاعل غاز الميثان بوجود كمية كافية من الأكسجين فيحترق احتراقًا تامًا، وينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة. وأيضًا احتراق الأكتان، حيث يتفاعل غاز الأكتان مع كمية كافية من الأكسجين فيحترق احتراقًا تامًا، وينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وأيضًا طاقة. والآن فلنقم بحل سؤال رقم 56 صفحة 118 على تفاعلات الإحتراق للألكانات، والذي ينص على: اكتب معادلة موزونة مع وضع الحالات الفيزيائية للمواد لتفاعل الإحتراق الكامل للبروبان. نعلم أن البروبان يتكون من ثلاث ذرات كربون بصيغة جزيئية وهي: C3H8 فعند تفاعل غاز البروبان مع كمية كافية من غاز الأكسجين ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة وعند وزن المعادلة نلاحظ أن عدد ذرات الكربون في غاز البروبان ثلاثة ذرات كربون فنقوم على وزن ذرات الكربون في الطرف الآخر في جزيء غاز ثاني أكسيد الكربون بإضافة المعامل ثلاثة، وعند وزن ذرات الهيدروجين، نلاحظ هنا أنه يوجد ثمانية ذرات. في المقابل يحتوي بخار الماء على ذرتان فقط، فنقوم على إضافة المعامل أربعة إلى بخار الماء. وعند وزن الأكسجين نلاحظ أن عدد ذرات الأكسجين في النواتج هو عشرة؛ بحيث أن جزيء غاز ثاني أكسيد الكربون يتكون من ست ذرات أكسجين، وأن بخار الماء يتكون من أربع ذرات أكسجين، فيكون المجموع عشرة؛ في المقابل أن المتفاعلات تتكون من ذرتان فقط، فنقوم على إضافة المعامل خمسة وبالتالي تصبح المعادلة موزونة والآن فلندرس التفاعل الثاني للألكانات وهو تفاعل الاستبدال أو ما يعرف بالإحلال تتفاعل الألكانات مع جزيئات الهالوجين وهي عناصر المجموعة السابعة بالاستبدال ضمن تفاعل يسمى بها الجنة الالكانات يحدث ذلك من خلال استبدال في جزيء الالكان حيث تغادر ذره الهيدروجين من جزيء الالكان وتحل محلها ذره هالوجين ينتج من هذا التفاعل ناتجان ناتج اولي وهو هاليد الالكاي وناتج ثانوي وهو هاليد الهيدروجين فلنقم بحل مثال على تفاعلات هلجنة الألكانات، فمثلاً عند تفاعل الإيثان مع جزيء الكلور، يتم استبدال إحدى ذرات الهيدروجين من جزيء الألكان بذرة هالوجين من جزيء الهالوجين المعطى لنا، حيث هنا يتم استبدال ذرة هيدروجين من جزيء الألكان بذرة الكلور من جزيء الكلور في وجود الضوء فينتج هاليد الألكيل وهو هنا كلورو إيثان وهو ناتج أولي بالإضافة إلى هاليد الهيدروجين وهو هنا حمض الهيدروكلوريك أو ما يعرف بكلوريد الهيدروجين وهو هنا ناتج ثانوي فلنقم بحل سؤال على هلجنة الألكانات، سؤال رقم 57 من الكتاب المدرسي صفحة 118، والذي ينص على: اكتب معادلة لتفاعل الاستبدال بين مركب الايثان والبروم مستخدما الصيغ البنائية. الصيغة البنائية للإيثان وهي: ذرتا كربون محاطتان بست ذرات هيدروجين جميعها روابط أحادية مشبعة يتفاعل مع البرومين وهو جزيء البروم حيث يتم استبدال ذرة الهيدروجين من الإيثان مع ذرة البروم من البرومين في وجود الضوء فينتج عنه هاليد الألكيل وهو هنا برومو ايثان كناتج أولي، وهاليد الهيدروجين حمض الهيدروبروميك هنا أو ما يعرف ببروميد الهيدروجين وهو هنا كناتج ثانوي. سنتعرف الآن على مصطلحين جديدين وهما الإلكتروفيل والنيوكليوفيل. الإلكتروفيل وهو مصطلح يتكون من مقطعين وهما الالكترو وفيل تعني كلمه الالكترو الالكترون والذي يتميز بالشحنه السالبه وفيل بمعنى كلمه محب فيعني مصطلح الالكتروفيل بانه محب للشحنه السالبه اما النيوكليوفيل وهو مصطلح يتكون ايضا من مقطعين وهما النيوكليو وفيل. تعني كلمة النيوكليو النواة والتي تتميز بالشحنة الموجبة. وفيل كما قلنا تعني محب. فيعني مصطلح النيوكليوفيل بأنه محب للشحنة الموجبة. والآن فلنقارن بين مصطلحي الإلكتروفيل والنيوكليوفيل. الإلكتروفيل محب للإلكترونات، بمعنى أنه محب للشحنة السالبة. وهذا يعني أن لديه نقص بالإلكترونات، ويحتوي على فلك فارغ فيستقبل الإلكترونات. فهذا يدلنا على أن الألكانات لن تتفاعل معه، وذلك لأنها ليس لديها الإلكترونات التي يحتاجها. أما النيوكليوفيل فهو محب للنواة، بمعنى أنه محب للشحنة الموجبة، وهذا يعني أن لديه زيادة بالإلكترونات، ويحتوي على زوج من الإلكترونات الغير مرتبط، وهذا يدلنا على أن الألكانات لن تتفاعل معه؛ لأنها مشبعة. ولا تحتاج إلى إلكترونات، وهذا يدلنا على أن الألكانات لن تتفاعل مع الإلكتروفيلات ولا مع النيوكليوفيلات، وذلك يعود لأن الألكانات تمتلك أفلاكًا ممتلئة، ولا تمتلك أزواجًا غير مرتبطة، بحيث أن جميع الإلكترونات في الألكانات مرتبطة بقوة. بروابط تساهمية أحادية قوية من نوع سيجما، وهذا يعني أن الألكان خامل كيميائيًا فلا يتفاعل معها. فلنقم بحل سؤال 58 من الكتاب المدرسي صفحة 118، والذي ينص على: اشرح لماذا لا تتفاعل الألكانات مع الإلكتروفيل والنيوكليوفيل، فكما قلنا أن الإلكتروفيلات لديها فلك فارغ لديها القدرة على استقبال إلكترونات، وأن النيوكليوفيلات لديها أزواج غير مرتبطة لذلك لديها القدرة على منح إلكترونات، لذلك لن تتفاعل معهما الألكانات، وذلك يعود لأن الألكانات تمتلك أفلاكًا ممتلئة ولا تمتلك أزواجًا غير مرتبطة، بحيث أن جميع الإلكترونات في الألكانات كما قلنا مرتبطة بقوة بروابط تساهمية أحادية قوية من نوع سيجما، وهذا يعني أن الألكان خامل كيميائيًا لا يتفاعل مع الإلكتروفيلات ولا مع النيوكليوفيلات. فلنقم بحل سؤال آخر من الكتاب المدرسي سؤال رقم واحد صفحة 108 وهو سؤال موضوعي والذي ينص على في أي نوع من التفاعلات الآتية تتفاعل الألكانات لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء الخيارات الإضافة الاحتراق الكامل الحذف والاستبدال فكما قلنا أن الألكانات ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء إذا تفاعلت مع كمية كافية من الأكسجين من خلال الاحتراق الكامل. مع نهاية حصة اليوم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته.